يقول: قدمت زوجتي للإقامة معي بجدة من مصر في الرابع من ذي الحجة، وقامت بأداء عمرة الحج ثم تحللت بنية التمتع، ثم قمنا بأداء الحج، غير أنها لم تكرر السعي، واكتفينا بالسعي الأول في العمرة عملا بقول من قال بذلك من العلماء، حيث قرأنا أن في الأمر خلافا بين العلماء، وأرشدنا أحد الإخوة إلى كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للقول بأن سعي العمرة يجزي عن سعي الحج لمن لم يكرر السعي، وبناء عليه لم تسعى وعدنا إلى جدة، فنرجو من فضيلة الشيخ إرشادنا إلى الصواب في ذلك، جزاكم الله خيرا. الواقع أن كثيرا من مسائل الفقه في الدين لا تخلو من خلاف، وإذا كان العامي الذي لا يعرف يطالع كتب العلماء ويعمل بالأسهل عنده فإن هذا حرام، ولهذا قال العلماء: من تتبع الرخص فقد فسق، أي صار فاسقا. والمعلوم اختيار الشيخ الإسلام هو ما ذكره السائل، أن المتمتع يكفيه السعي الأول الذي في العمرة، وله أدلة فيها شبهة، ولكن الصحيح أن المتمتع يلزمه سعيان: سعي للحج وسعي للعمرة، كما دل ذلك حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم، وهما في البخاري، وعليهما جماهير أهل العلم. والنظر يقتضي ذلك، لأن كل عبادة من العمرة والحج في التمتع منفردة عن الأخرى، ولهذا لو أفسد العمرة لم يفسد الحج، ولو أفسد الحج لم تفسد العمرة. ولو فعل محظورا من المحظورات في العمرة لم يلزمه حكمه في الحج، بل الحج منفرد بأركانه وواجباته ومحظوراته، والعمرة منفردة بأركانها وواجباتها ومحظوراتها. فالأثر والنظر يقتضي انفراد كل من العمرة والحج بسعي في حق المتمتع. وعلى هذا فإن كنت متبعا لقول الشيخ الإسلام بناء على استفتاء من تثق به في علمه وأمانته فليس عليك شيء، لكن لا تتعود لمثل ذلك، والتزم سعيين: سعيا في الحج وسعيا في العمرة إذا كنت متمتعا. نعم، جزاكم الله خيرا.